مرحبا شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلتكم بخير وصحة وعافية. احنا بالعراق نسميها الزلابية الحمراء، وبسوريا يسموها المشبك، بس بغير بلدان ما اعرف. اكتبوا لي بالتعليقات يا ريت. اليوم راح نسوي الزلابية، سهلة وبسيطة وما تطول بيتكم 5 دقائق، وطعمها كلش طيب، اطيب من البرة. راح اسمعكم صوت القرمشة مالتها. الداخل كلش حلوة. نبدي بالمكونات وطريقة عملها ونقول بسم الله. عندنا مع المشبك السوري أو الزلابية الحمراء نستخدم السميد. نبدي نضيف 1 وهذا 2 كوبين ونص، كوبين ونص عندنا سميد اللي موجود بالبيت. معلقة، عبالي الكاميرا عاد تشتغل، الكاميرا طلعت منطفية. وثاني معلقة من الحليب المجفف أو النيدو، أي نوعية من الحليب اللي عندكم المجفف تقدرون تضيفوه. من الملح، ضيف 2 معلقة من الشكر، 3/4 كوب من الطحين، ظرف كامل من الخمرة الفورية، مواد كلها سوية جافة. نبدي نضيف 1/4 كوب زيت نباتي، و1 كوب من الماي. هي تاخذ اكثر من كوب، بس نحنا راح نبدي نضيف بالتدريج. نضيف 2 كوب، نتركها ترتاح لمدة 5 دقائق، وبعدها نرجع مرة ثانية نشوف تحتاج ماي ولا ما تحتاج ماي. رجعنا بعد 5 دقائق، الخمرة بدأت تشتغل. بسم الله، شوفوا مختمرة، ما احتاجت ماي، بس كوبين اخذت عندنا ماي، راح نبدي نشتغل بيها. ريحة الخمرة كلش قوية صارت. جبنا كيس حلواني، راح نبدي نضيفها. يعني بدك تختمر عندنا، نعملها بين مرتين، نغطيها ونتركها. أنا اختاريت هذا الرأس كلش حلو. أول شي نضيف 2 كوب ماي نفس الحجم، نضيف 3 كوابة من الشكر، هذا 1 وهذا 2 وهذا 3، بدون ما نحركها نبقيها كما هي ونوديها على النار. نضيف لها شريحة حزم من الليمون، نضيف لها ليمون ونوديها على الطباخ. الشيرة بدأت تغلي عندنا، ذاب الشكر بالكامل، بدي نضيف لها قديرة معلقة عصرة ليمون. إذا ما عندكم عصرة ليمون تقدرون تضيفوا لها لامونديزين أو ملح الليمون، على حسب كل بلد يسميه. راح نتركها دقيقتين على نار هادئة ومن بعدها نطفيها. والشيرة صارت عندنا جاهزة. راح نتركها لحد ما تبرد وبعدها نشتغل بيها، نشتغل بالزلابية أو المشبك السوري. هاي نشيلها بعد ما نحتاجها، راح نتركها تبرد، نبدي نشتغل بالزلابية. نص النار،
ونجيب طاوة نظيفة ونصب بيها زيت، زيت هواية. ونتركه يحمى بعدين نرجع له. بدي نجرقها قطعة صغيرة هواية ناخذ بعد ما حمى الزيت عندنا. الزيت عندنا حمى، شوفوا هاي القطعة جربنا بيها استوت، راح نشيله. نص النار تستوي عندنا كل زين. نجي نقلب على الجهة الثانية. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. كلش حلوة صارت، شوفوا هاي القطعة. صفيها من الزيت. الشيرة عندنا باردة، نقلب على الجهة الثانية. نتركها مدة دقيقة وبعدها نصفيها من الشيرة. حصفيها من الشيرة بهاي المصفي والجدر، اللي الشيرة الزايدة راح تنزل ببطن الجدر. وانتهت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. وصفة كلش سهلة وبسيطة وموجودة المكونات بكل بيت، ما تطول بيتكم 5 دقائق واطيب من الجاهزة. اذا عجبتكم لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى تصلكم وصفاتنا الجديدة ان شاء الله. اترككم في امان الله، مع السلامة.